صراحة ماشي في صالح الراجا. علق بالوداد غادي نأجلو 15 ماتشات من البطولة، حيت الوداد عندها 5 الماتشات مأجلين، وهادشي في صالح حتى شي فرقة في البطولة الوطنية. كنتمنى يداركو هاد الموقف هذا ويكون العدل ما بين الفرق. حنا كل سيمانه كل فرقه من البطوله الوطنيه يتاجل لها الماتش على قبل الوداد لانها مأجلين 5 الماتشات. هادشي ماشي ايجابي في جميع الفرق البطوله الوطنيه، غيخلق مشكل كبير ماشي غير في الراجا. 15 فرقه اللي مشاركه في البطوله الوطنيه كيهبطوا في الريتم بزاف، وخصوصا ان دابا الراجا كل سيمانه مركزه على ماتش واحد، يعني كل ولينا كنلعبوا ماتش واحد في السيمانه، يعني خاصها تركز كل سيمانه على ماتش واحد، خاصها تدريبات على داك الماتش. ميمكنش يبقاو يطيحوهم 15 كل سيمانه تلعب ماتش، وسيمانه الجايه خاصها تجلس 15 يوم عاوتاني تعاود تلعب ماتش اخر، راه كيهبط الريتم ديال اللعابه. كنوجهها للمكتب ديال الرجاء البيضاوي، كنتمنى يناقشوا هذا الموضوع ديال تاجيل المباراه كل سيمانه و 15 يوم بعد مرات السيمانه، راه ماشي في صالح الفريق ديالنا، وكنتمنى التوفيق لجميع الفرق البطوله الوطنيه. حنايا اون دي سيبورتير تاع الرجاء. الحاجه الاولى اللي بغيت نقول لكم راني ساكن في فرنسا، جاي من فرنسا، ولكن سيبورتير نيمور 1 تاع الرجاء. الوالد كان رجاوي، العائله كامله رجاويه. حنا دابا اون فو لو ميور بور الرجاء. مو غادي نديرها بالفرونسي، جو بونس نخلطها. انا في نسبه لجالي اللهم احسن ما يلعبوش، يلعبوا الوداد يلعبوا لي ماتش ديالهم، باش بعداك هما لي بوان لا كومونيكاسيون تاع لي بوان يكون هذاك الشيء لافنيغ يكون بلو فاسيل اورغانيزي. دابا حتى ما عرفش راسك واش الوداد غير غدا ولا بعد غدا، فهمتي؟ ما تعرفش لي بوان ديالك، داك الشيء ما يمكنش. خص ولا بد يكونوا لي ماتش ان بو اكيليبغي ان بو اكيتابل لو نومبر دو ماتش، باش فعلا تعرف لا استراتيجي اللي غدير بوغ لافنيغ. ان توكا سي ديما الرجاء غرين بويز. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور من توجه المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.